أولاً إحنا يمكن النهاردة التركيز هيبقى على المشروع القومي الجديد، التركيز على المستقبل الحقيقة، لأن إحنا لازم زي ما بنشتغل في ملفات سريعة وحالة زي منظومات العيش ومنظومات التموين وخلافه، لازم برضو يكون عنينا على المستقبل. المشروع الجديد اللي بنتكلم عليه اللي يعتبر دشنه رئيس الجمهورية وكنا في زيارة ميدانية ليه بالأمس، هو أن مصر محور لوجستي عالمي لتجارة وتداول الحبوب والغلال. الحقيقة المشروع ده في غاية الأهمية من أكثر من منظور. في غاية الأهمية أولاً لأنه ليه أهمية اقتصادية كبيرة جداً لمصر، بحيث أن مصر هتستطيع أن تحقق مكاسب من أكثر من جهة، من جهة في اللوجستيات، من جهة في التجارة، من جهة في صناعات القيمة المضافة. ليه أهمية أيضاً استراتيجية أن مصر هتكون هي المحور لتجارة الحبوب والغلال، ليس فقط لمصر وليس فقط عند الحديث عن الأمن الغذائي المصري، ولكن أيضاً مصر ستكون محور استراتيجي للمنطقة كلها. تكون مصر هي المصدر لتوريد هذه المنتجات في المنطقة. نمرة ثلاثة، أن هذا المشروع أيضاً يمس في الصميم البسطاء والمواطنين المصريين، حيمسهم في حتتين أساسيتين. أول حاجة فرص عمل مباشرة تفوق 15,000 فرصة عمل. حاجة تانية في أن ده حيساهم بشكل كبير جدا وملموس في تخفيض تكلفة المعيشة نتيجة لتخفيض تكاليف تداول الغذاء. احنا من أول يوم واحنا بنتكلم في منظومة العيش، لو أنتم متابعين، كنا بنقول أن في سلسلة إمداد آخرها طابور العيش اللي احنا حليناه بحمد الله، أولها في اللي احنا بنتكلم عليه أو في جزء منها اللي احنا بنتكلم عليه. احنا لنا رؤية كبيرة، لنا استراتيجية متكاملة. تحركنا في العلاج السريع لما عالجنا طابور العيش، لكن كان لازم نرجع بالسلسلة للخلف من المنشأ. لازم مصر تاخد مكانها الطبيعي ان هي مركز وهي محور، وهي مصر فعلا محور. لازم مصر تستفيد من هبتها، من الهبة الطبيعية اللي عندها اللي هي موقعها. موقعها اللي احنا طول عمرنا بنتكلم عنه وما استفدناش منه الاستفادة الواجبة. موقعها ان هي تكون محور لوجيستي. لازم مصر تستفيد مما تم في الماضي من استثمارات أقامت كيانات زي طرق ومواني وسكك حديدية. لابد ان احنا يكون عندنا من الذكاء ان احنا نستفيد ونبني على ما هو موجود. لازم دايما نكون حاطين قدام عينينا قدراتنا التنافسية اللي تقدر تمكننا من ان يبقى لنا كلمة في الأسواق العالمية، بدل من ان نكون نتلقى من السخيف والمستغرب ان نكون زي ما اشار دولة رئيس الوزراء اكبر دولة بتستورد قمح، بنستورد تلت تجارة القمح في العالم واحنا متلقيين للسعر، احنا بنقبل السعر. ازاي ده؟ ازاي تكون مصر والدول المحيطة بتمثل تقريبا نص التجارة العالمية وكلنا بنتلقى، لاننا كلنا بنتعامل بشكل مجزأ فردي، ما بننظمش عمليات النقل، بندفع أعلى تكاليف في النقل، ما بننظمش عمليات التفاوض والشراء، بنشتري بشروط مش بالضرورة هي الأفضل، ما بننظمش عمليات التخزين والتداول، المنظومة اللوجستية كلها. أنا بقول إن إحنا بصدد مشروع قومي للمستقبل يضم إلى مشاريع أخرى زي مشروع قناة السويس ولا يقل أهمية، مشروع كبير جداً بجانب كل فوائده الاقتصادية، فائدته الاستراتيجية لها معنى كبير للمصريين. مشروع إن شاء الله سينتهي في سنتين، احنا مش بنتحدث عن 50 سنة قدام أو 30 سنة، احنا بنمشي بخطوات سريعة جدا جدا جدا. إن شاء الله ننهي هذا المشروع في سنتين. هذا المشروع يأتي متكامل مع مشروع كبير بدأناه، يمكن حضراتكم تعلموه، هو إحلال الشؤون الترابية في مصر. اشتغلنا في هذا المشروع، وعدنا بأن احنا حنعمله ونفذناه، بيشتغل دلوقتي وحينتهي في شهر 3 اللي قادم قبل موسم حصاد القمح، عشان كل حلقات التداول نكون متحكمين فيها، نكون مخفضين التكاليف لمصلحة مصر. كلكم عارفين احنا لما عملنا منظومة العيش وعملنا نظام النقط، عارفين الشهر اللي فات فقط وفرنا كام؟ مش وفرنا لنفسنا، وفرنا للناس، وفرنا للناس حقهم اللي خدوه في شكل نقط 100 مليون جنيه.
100 مليون جنيه فقط في العشر محافظات ساعتها اللي كان طبق فيها المنظومة، في عشر محافظات فقط، وكأننا أعطينا لأهلنا 100 مليون جنيه هدية، خدوا بيها سلع، خدوا بيها اللي هم محتاجينه مجانا فعليا على الأرض، واقع مش خيال. احنا كنا بنتكلم عن خطط مستقبلية، لكن الآن بنتكلم عن قصص نجاح. نفس الشيء بيحصل في منظومة الشؤون وإحلالها داخل مصر، نفس الشيء إن شاء الله يكون لنا لقاء وإحنا بنتكلم عن تحقيق المشروع، مشروع المستقبل بتاع المركز اللوجستي العالمي. ودي مش آخر حاجة، احنا مكملين بإذن الله في خطط متكاملة تتكامل مع بعضها، مش في جزر منعزلة، عشان مصر بإذن الله تكون أحسن ما يمكن. شكرا. أنا بس هبدأ بحضرتك بالتحية للعمل في منظومة الخبز ومنظومة المواد التموينية، وكنت عايز أسأل عن حاجتين. الحاجة الأولى عن المشروع الكبير اللوجستي، عن التكلفة والتمويل، التكلفة قد إيه والتمويل منين. الحاجة الثانية حضرتك، ملف شائك تاني هو ملف الأسعار. حضرتك سيطرت بشكل قوي جدا على منظومة التموين والعيش، ولكن الأسعار ما زالت في لم يتم السيطرة عليها بشكل مرضي. لو بصينا لأسعار اللحوم هنلاقيها بتتراوح من 50 جنيه ل 100 جنيه بعض المناطق. الفرق ده بيروح فين وازاي نسيطر عليه لصالح المواطن؟ شكرا. سؤالك كويس قوي. اولا التكاليف الاستثماريه المبدئيه للمشروع ده حوالي 15 مليار جنيه. دي التكاليف للمناطق اللوجستيه والبنى التحتيه، لان هيتعمل سيور تنتقل فيها الامور ومعدات ومخازن في شكل قباب وصوامع واشياء كثيره، بخلاف المصانع والقطاع الصناعي اللي هينشا. التمويل عندنا مصادر مختلفة، كثير من المستثمرين بدأوا يتقدموا، وأنا طول الوقت في لقاءات مستمرة مع مستثمرين من دول مختلفة بيعرضهم أن هم يدخلوا بشكل أو بآخر في استثمارات وفي هذا المشروع، ومعظمهم شركات وشركات متعددة الجنسيات وليست حكومات. أيضا قد يكون للتمويل المحلي مجال في هذا الأمر. أما فيما يخص الأسعار فأنا برضو بطمن حضرتك أن القصة بنعالجها من جذورها، لكن إحنا حققنا نجاح وحضراتكم لمستوه في العيد الكبير، وقدرنا أن اللحوم نوفرها بسعر غير مسبوق في مصر. وصل سعر الكيلو اللحمة الطازجة ل 35 جنيه ومتعاقدين، وده مش أمر بالسهل. يعني من 10 سنين ومصر كانت بتحاول أنها تعمل مثل هذه التعاقدات، قدرنا أن إحنا نوصل لده ومكملين فيه لمدة سنة هذا التعاقد. يعني هيقدر يكون أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بهذه الأسعار المتراوحة من 35 لحوالي 45 جنيه للحوم الطازجة. لكن برضو زي ما بنقول دايما في سلسلة إمداد، بنشتغل في محاور أخرى علشان نقدر ناخد منتجات ثانوية من اللحوم دهيت تصدر للخارج في شكل جلود، في شكل دماء، في شكل أحشاء، تصدر بمواصفات تتفق مع الاتحاد الأوروبي وغيره، تقدر تخفض لنا تخفيض آخر في تكلفة اللحوم وتعمل صناعة قوية تكون موجودة في مصر. التموين أيضا احنا بنعمل مشروع جديد إن شاء الله سنطلقه قريبا لإعادة تدوير زيت الطعام مرة أخرى، فناخد زيت الطعام من المواطن ويرد إلى مشروع هيقوم بتدويره مجموعة من الشباب في كل قرية أو في كل منطقة، ويحول إلى سولار وقود حيوي. السولار ده هو هناخده نستخدمه بتكلفة تصل لنصف تكلفة السولار اللي موجود. هنعمل إيه؟ المواطن هياخد نقط مرة تانية، النقط اللي هياخدها مرة تانية مع نقط العيش مع التموين هتزود قدرته على إنه هو التفاصيل عندي كلها، يمكن مش وقتها دلوقتي، إنما هي حاجة بيطلق عليها سلاسل الإمداد العكسية. ده أسلوب علمي إحنا بنتبعه، يمكن مش وقت شرحه دلوقتي، لكن زي ما قلنا إن العيش هيتوزع بكارته كان مستغرب، فاللي إحنا بنقوله مستغرب، ولازم كل حاجة جديدة تكون مختلفة شوية، لأن اللي إحنا ماشيين بيه ما وصلناش غير للي كنا فيه. فاحنا بنمشي باسلوب، وعلى فكره هذا المشروع ليس خيالي، المشروع ده سيطبق ان شاء الله خلال شهر على الاكثر. هيتم تجميع الزيوت من المواطنين وتحويلها الى سولار ومكافئتهم بنقاط يحصلوا عليه. فندم مش الفائض يا فندم، الزيت المستخدم المستهلك اللي كان بيترمي وبيسد الصرف كان بيترمي، فبدل ما هيترمى هيتجمع منهم. تخيل حضرتك ان احنا بنخلق قيمة اخرى للمواطن.